أهلا بكم في ترند. في حدث وصف بالتاريخي، انتشر فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة دخوله إلى كوريا الشمالية سيرا على الأقدام من كوريا الجنوبية، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي تطأ أقدامه أراضي بيونغ يانغ على مر التاريخ. احتفل محبو الدكتور صالح العجيري بعيد ميلاده 99. الدكتور صالح العجيري أو كما يلقبه الكويتيون العم صالح العجيري من مواليد 1920، وهو مختص بعلم الفلك، تخرج من مدرسة الآداب والعلوم من جامعة القاهرة أو جامعة الملك فؤاد الأول كما كان يطلق عليها آنذاك عام 1946. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور العم صالح مهنينه بعيد ميلاده 99 ودا داعين له بطول العمر ودوام الصحة والعافية. قالت شركة تويتر أنها سوف تحد من خاصية التأكيد على التغريدات التي تخرق أو تخرق قواعدها، وذلك بغية تحقيق توازن بين حرية التعبير والمساءلة. وتأتي الميزة الجديدة في وقت تخضع فيه شركة تويتر للتدقيق بشأن التحيز السياسي، وذلك بسبب التغريدات التي تظهر على الموقع. كما قالت تويتر أن القواعد الجديدة سوف تطبق على السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين يملكون أكثر من 100,000 متابع، وأضافت بأن هناك حالات معينة قد يكون من مصلحة الجمهور فيها الوصول إلى تغريدات معينة حتى لو كان ذلك ينتهك قواعدها. نشر موقع رويترز خبراً تم تداوله بكثير في الساعات الماضية عن جاري جورج، رجل أمريكي تدرب في إدارة الفضاء وطيران ناسا، واشترى كمية كبيرة من شرائط الفيديو عندما كان في الجامعة بسعر يقارب 218 دولار. ولحسن حظه فهو يملك الآن التسجيل الأصلي والوحيد لخطوات الإنسان الأولى على سطح القمر التي تعود إلى قبل 50 عام. وأكدت مجموعة من المصادر بأنهم من المتوقع أن تباع الشرائط بسعر يصل إلى 2,000,000 دولار عند عرضها في مزاد بمدينة نيويورك الشهر المقبل. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. إلى اللقاء.